إذا نحن بدنا نجرد وسائل الإعلام أو بعض الجهات كيف تقارن موضوع ما طرح في الحريق الدولي بيروت بنضل نحكي 48 ساعة. مطار رفيق الحرير الدولي بيروت بناء على احصاءات الجيش اللبناني بمعدل وسطي في 1000 خرق جوي فوق الاراضي اللبنانيه وخصوصا من قبل العدو الاسرائيلي وخصوصا فوق مطار رفيق الحرير الدولي بيروت. منضيف عليه التشويش اللي هو بتقارير من قبل الاتحاد الاوروبي اللي هو معني بسلامة الطيران اللي بيقول انه في تشويش على الاقمار الصناعية اللي هي اساسية بالنسبة للطائرات بالنسبة للهبوط والاقلاع. انتقلنا اليوم من تلك التقارير والتهديدات الى مقالات اعلامية سخيفة تتناول مطار رفيق الحرير الدولي بيروت بناء اذا بدنا نجي نحن نحكي عن 3 اركان اساسيه بالمقال من مصادر بنية من مصادر تلغراف البريطانيه طلعت ببيان اليوم يتناول مطار رفيق الحرير الدولي بيروت حول تهريب الاسلحه والصواريخ والى اخره والمتفجرات اولا من مصادر. انا بتمنى على التلغراف البريطاني انه تراجع الديبارتمنت اوف ترانسبورت اللي هي بمثابه وزاره النقل البريطانيه اللي كانت زارت مطار رفيق الحرير الدولي بيروت وعملت زياره ميدانيه ب 22 كانون الثاني 2024 زارت المطار حتى وصلت لسور المطار وكافه مرافق المطار من الشحن وقاعة المسافرين والطوابق السفلية وإلى آخره. فلتكن مصادر التلغراف الديبارتمنت اوف ترانسبورت البريطانية اللي هي المعنية الأساس بمواضيع النقل. لا، لأنه الديبارتمنت اوف ترانسبورت بتزور مطار رفيق الحرير الدولي بيروت بشكل دوري سنوي لأنه في طيران بيطلع من المطار وإلى مطار رفيق الحرير الدولي بيروت إلى لندن وكافة المدن البريطانية. فلتكن مصادرها مصادر بريطانية رسمية وليست مصادر مش معروف أصلا منين.